على نطاق غير مسبوق، وفي يومها الخامس تستمر إسرائيل في انتهاكاتها، ويستمر جزء من الغرب ليس في صمته هذه المرة، بل في تبرير جرائم المحتل. أما الأمم المتحدة فما زالت تعبر عن قلقها وتجتمع بلا فائدة. تدمير وحشي للمنازل والمؤسسات المدنية خلف الآلاف من الضحايا، والأعداد في ازدياد فضلا عن نزوح الآلاف. النازحون تجاوزت أعدادهم ربع مليون شخص داخل قطاع غزة منذ السبت. مشاهد مأساوية تظهر حجم الدمار وما يتعرض له المدنيون، ومن بينهم مئات الأطفال، من القسر الهمجي والاستهداف الذي يصنف في الأعراف الدولية بجرائم حرب. المملكة أكدت غير مرة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وطالبت بوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين. إلى متى تستمر الاعتداءات الإسرائيلية؟ ومتى يفيق المجتمع الدولي ليتحرك من أجل هذا الطفل الذي يقصف بلا ذنب؟